مساء الفل عليكم. هقول لكم دعاء بعنوان رجاء، هشارك بيه إن شاء الله في موسوعة إبداع الأدبية شاعر عمي الجزء الثاني بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويا رب يعجبكم بإذن الله. بقول إيه؟ يا رب نور حكمتك ورا كل ابتلاء، يا رب نور حكمتك ورا كل ابتلاء، تزرع في روحي محبتك، ده القرب ليك منك رجاء، تهديني صبر القلب جبر، وطريق لنور اخر الشفاء، عشمان يا رب في جنتك، احميني من دنيا الفناء، ارفع يا مولى برحمتك عنا الوباء، واهدينا ضيل جنتك، ما انت الرجاء، يا رب نور حكمتك ورا كل ابتلاء، تزرع في روحي محبتك، ده القرب ليك منك رجاء. كلماتي ولا احجازي، وكل عام وانتم بخير. السلام.